هذه الزيارة هذه بالنسبة لنا احنا الشعب المغربي جاتنا بحال الثلج على الصدر ديالنا، وخاصة خاصة بالنسبة للأعداء ديالنا اللي هما الحساد ديال الوحدة الترابية ديالنا. ولكن دابا فرنسا والرأي على الشعب الفرنسي وعلى رأسه الرئيس ماكرون دابا عاد تفهم بأنه ما عندوش شي حل من غير المغرب، المملكة المغربية العريقة، وهذه مزيانة جاتنا زوينة. وإن شاء الله أنا بغيت هذه الزيارة هذه يستقبلوا سيدنا في العيون، ماشي في الرباط، في العيون. بيرسونيلمون أنا عاجبني الحال اللي البريزيدون ماكرون جا لهنا ضيف ديال جلالة الملك، الله يطول لنا في عمره والله ينصره. واللي عجبني اكثر هو انه غيديروا كونسوليه في الصحراء، هذه اروع حاجه نشكر عليها ماكرون. فوالا يكون حقوق الناس اللي عايشين تما صراحه يضمنوا لهم، يصوبوا لهم شويه حالتهم، المغاربه اللي تما اللي دوزوا سنين تما يصوبوا لهم شويه حالتهم، تزيد لقدام شويه لو كوميرس اوسي، لو كوميرس حتى هو صافي. هذا هو اللي مهم، هذا هو اللي مهم، الصحراء الصحراء والمهاجرين ديالنا اللي تما. السلام عليكم، معك نور سعيد. بالنسبه للزياره ديال الرئيس ديال فرنسا جات في الوقت ديالها بعد الاعتراف ديال مجموعه من الدول المغربيه الصحراء، وان شاء الله تكون زياره ميمونه بعده صفقات، وتزيد تاكد ان العلاقه المغربيه بالدوله الفرنسيه علاقه اخويه وصداقه قديمه ما شاء الله غادا تبدا، وتزيد تاكد لنا ان المغرب وفرنسا غاديين في خط واحد بالاعتراف بالمغرب بان الصحراء مغربيه، وان شاء الله تكون عده مشاريع بيناتهم وعده صفقات اللي تخلي المغرب بالنجاح ان شاء الله. زياره تؤكد اولا عمق العلاقه بين هذين البلدين، تؤكد بان مهما كانت مراحل البرود او التوتر في بعض الاحيان فيما يتعلق بهذه العلاقات، الا ان مسارها يجب ان يتجه نحو نوع من التعاون العميق، نظرا اولا للعلاقه الاقتصاديه بين البلدين، ثانيا للعلاقة السياسية، والتي نتمنى أن تكون هذه الزيارة منعطفا للوضوح تجاه المغرب، لأنه منذ أن قال جلالة الملك بأنه منظار رؤيتنا للعلاقات الخارجية هو قضية وحدتنا الترابية، نتمنى أن تكون هذه المحطة هي للوضوح تجاه قضية عادلة يعلمها الفرنسيون وقادته أكثر من أي يعني انسان اخر على هذه الارض. الزياره نتاع الرئيس ماكرون للمغرب بالنسبه للمغاربه راه شي حاجه زوينه، وغتكون العلاقه قويه غادي تزاد اكثر من الوضع. وانا مقيم في فرنسا مدينه مونبولي، حامل جنسيه فرنسيه، ولكن افتخر ببلدي المغرب الاول. يعني واخا حامل جنسيه فرنسيه ولكن المغربي قبل، وعاش الملك محمد السادس، وغادي نحضر له الاستقبال ديالو، جيت داك الشيء خصيصا باش نشوف داك الشيء، وغادي نمشي غادي نرجع ان شاء الله في هذا الاسبوع. معرفه الصحراء غادي الاتفاق الكبير هو يعني تعترف بالصحراء، فرنسا تعترف بالصحراء حتى هي الدوله الاولى بعدا اللي غتكون خصها تعترف بالصحراء، لان استغلونا شحال من سنه، والان الحمد لله الامور كترجع الى مجاريها. وكنتمنوا العلاقه تكون وطيده وطويله ومزيانه. وهذا هو، تنشكركم انتم، تنشكر الطاقم وكل شيء. وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك، فيف الماروك. والحمد لله المغرب تيتقدم ديما وديما وديما بزاف في المشاريع اللي تيهضروا بها حتى في اوروبا، تنفتخروا بها حيت كيهضروا على المغرب، تنفتخروا لان تيهضروا على المغرب. ولات دوله عظمى بين الدول كاع الافريقيه وتقريبا داخلين تاع الاوروبية. يمكن القول ان هذه الزياره التي يقوم بها الرئيس ماكرون لا تعد حدثا ثنائيا يجمع بين بلدين صديقين فقط، بل هي عباره عن حدث اقليمي ودولي يعيد ترتيب التوازنات
الجيوستراتيجية في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. فرنسا استطاعت أن تهتدي إلى الكلمة المفتاحية التي تخلب لب المغاربة، وهي اعتبارها أن الصحراء المغربية في حاضرها وفي مستقبلها لا يمكن أن تندرج إلا في إطار السيادة المغربية. هذا الموقف الذي يعترف بالحق المغربي والذي يصحح وضعا طالما انتظر المغرب تصحيحه يجعل أن المياه تعود إلى مجاريها، وأن العلاقات بين المغرب وفرنسا ستعرف تطورا ملحوظا وغير مسبوق. فلا يليق بهذين البلدين المغرب وفرنسا إلا التعاون الوثيق والمستدام نظرا للروابط والأواصر التي تجمع الشعبين ولعمق الشراكة التي تجمعهما التي هي شراكة متجدرة في التاريخ. بطبيعة الحال نحن كشعب مغربي ننتظر من فرنسا أن ترسم أكثر موقفها من خلال يعني فتح قنصليات بالعيون والداخل، لأننا نعرف أن فرنسا هي الوجهة الأولى للسياح المغاربة، وبالتالي هذا الموقف منها فضلا عن كونه يؤكد الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، فإنه أيضا يحل مشكلة التنقل للمواطنين المغاربة الصحراويين للقنصليات الفرنسية. إذن سيكون عبارة عن موقف سياسي، ولكن أيضا له منفعة اجتماعية واقتصادية بالنسبة لمواطنينا. طبيعة الحال هناك عدة مجالات ومسارات يمكن أن يسير فيهما التعاون الفرنسي المغربي، بدءا من مجال الدفاع والتسلح إلى الفلاحة والتعليم والثقافة والتجهيز والسكك والرياضة والطاقات المتجددة، مما يدل على أن المغرب وفرنسا تجمعهما مصالح مشتركة، فالمغرب يمثل بالنسبة لفرنسا منصة نحو إفريقيا. نعرف أن المغرب الآن يتعاظم نفوذه في غرب إفريقيا وفي وسط إفريقيا في ظل بعض التراجع الذي يعرفه النفوذ الفرنسي، والمغرب يمكن أن يكون نقطة ارتكاز لفرنسا اتجاه إفريقيا.